انا تعرف الناس انا بجمع شهر كام؟ تجمع 250,000 جنيه على عينك يا تاجر. بعمل بيوت، بشتري اراضي، وخد بالك، لكن المشكله ان المسلمين يثقون فيه ويدوني المبلغ ده كل شهر. تصدق كل شهر. طب اقول لهم ايه؟ ناس بتثق في ابو اسلام، اعمل لهم بالله عليك حط نفسك مكان